سيداتي سادتي، حضورنا الكرام، مرحبا بكم في حفل اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس. مقدمة حفل الاختتام ستكون الفنانة شاكرة رماح.
مرحبا بكم، مرحبا بكم. كل يوم قاعة العروض معبية بالمتفرجين، زعم علاش؟ مش على خاطر الماريونات فن وحياة؟ بالحق الماريونات أعطت روح جديدة للمدينة، ذكرتنا بطفولتنا، ذكرتنا بالفرحة. نعم، بالفرحة. اليوم فرحتنا كبيرة بنجاح الدورة الخامسة. 8 أيام تعديوا كل نسمة، كل حلمة، برشا منا ماذا بيهم توفاش الأيام. تعرفوش علاش؟ على خاطر في كل واحد فينا طفل مازال ما كبرش، مازال يحب يلعب، مازال يحب يحلم، مازال يحب يعيش. سعادة سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، مديري المؤسسات الوطنية، أصدقائنا الصحفيين والإعلاميين، ضيوفنا الكرام، أحباء الماريونات، أحباء الحياة، مرحبا بكم في حفل اختتام الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس مباشرة على القناتين الوطنية الأولى والثانية. والآن أدعو السيدة منيا عبيد مسعدي، مديرة الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس ومديرة المركز الوطني لفن العرائس، لإلقاء كلمة الاختتام. تفضل مدام منيا. مساء الخير ضيوفنا الكرام من تونس ومن كل أنحاء العالم، الحضور الكريم من مبدعين وإعلاميين وعرائسيين، مرحبا بكم جميعا في اختتام الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس في هذا اليوم الممطر بغزارة، ونحن على أبواب الدورة السادسة من أيام قرطاج لفنون العرائس. يحق لكم الاحتفال بنجاح الدورة الخامسة من هذا المهرجان الذي قدر له أن يولد كبيراً في بلد الحضارة والتاريخ. اليوم يتواصل الحلم، فبعد هذه الملحمة العرائسية الفسيفسائية الساحرة التي ألهمت المسرحيين وحركت قرائح النقاد وأبهرت الجمهور الكبير لأيام قرطاج لفنون العرائس، واصطحبتنا في رحلة عرائسية عبر الزمن، من زمن الأساطير والحكاية المعتقة بعبق التاريخ إلى قضايا الإنسان في اليوم وهنا. يحق للجميع الاحتفال بهذا المحفل العرائسي القرطاجني في هذه الدورة التي أطفئت شمعتها الخامسة. تابعتم عروضا مميزة تنوعت فيها المتون واختلفت حسب اختلاف الثقافات والتقاليد، واختلفت فيها العرائس شكلا وحجما لتشكل فسيفساء عرائسية مدهشة وساحرة وأحيانا غريبة. تفنن في تحريكها عرائسيون من تونس ومن 20 دولة شرفتنا بحضورها، فحركوا الذاكرة وحلق معهم الخيال ليستحضر المشاهد أجمل لحظات الطفولة. 8 أيام هي حصيلة فعاليات الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس. كانت خلالها مدينة الثقافة شادي الإقليبي كخلية نحل، عروض خارجية وعروض بمسرح الجهات وقاعة المبدعين الشبان وساحة المسارح. كان الجميع في المركز الوطني لفن العرائس كالماء يجري لا يهدأ له قرار. إنها الحياة، أليس شعار المهرجان ماريونات فن وحياة؟ 8 أيام مرت كأنها لحظات، في كل لحظة ألوان جديدة وحياة جديدة، في كل لحظة ابتسامة طفل وحياة طفل. نهديها لأطفال غزة الشهداء، منهم أو من يقاومون الساعة، عسى أن يكون غدهم أفضل.
8 أيام نهديها إلى من سميت الدورة باسمه، الفقيد الأسعد المحويشي. ما زال حصاد ما زرعت وغرست من حب وفن متواصلا، إليك نهدي نجاح هذه الدورة، وسيتواصل الحلم، وستكون العروسة سفيرة بيداغوجية. اليوم أصبح مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس قبلة للأطفال والكهول والشيوخ، كل يجد متعته البصرية والفنية، يرتحل عبر الزمن بمخيلته ويفكر في الحاضر بوعي. اليوم بصدق من حقنا جميعاً أن نحتفل بهذا المهرجان المختص والأول من نوعه عربياً وإفريقياً. رحلتنا مع الماريونيت ستتواصل، رحلتنا مع الحياة مستمرة بالفن. بالأمس البعيد كانت التانيط القرطاجني، ولازالت ذاكرتنا الشعبية تحتفظ بأم كتانجو والقايمة. العرائس أيها الحضور الكريم، فن وحياة. ضيوفنا الكرام، نجدد ترحابنا بكم جميعا، ونشكر ضيف شرف الدورة دولة إيطاليا على العروض المميزة التي قدمتها، كما نشكر كل الفرق العرائسية والعرائسيين من كل البلدان. وننوه بصفة خاصة بالمملكة العربية السعودية على هذا المجهود المبذول وعلى هذه القفزة الثقافية والفنية المحترمة في أول مشاركة لها أعدت خصيصاً لأيام قرطاج لفنون العرائس. مرة أخرى نجدد ترحابنا بالجميع، تحية لعروسة يوسف التي كانت ملهمتنا في الدورة الخامسة للمهرجان. عاشت العروسة فناً ينبض حياة، عاشت أيام قرطاج لفنون العرائس. تحية تونس، تحية فلسطين. شكراً مدام مونيا على هذه الكلمة، ونواصل فقرات الحفل متاعنا. أسبوع كامل وعينين الصغيرات تلمع بالفرحة، وحتى الكبار رجعوا صغار قدامها العالم العجيب. هذا الجمهور شنو عاش في المهرجان؟ عسلامة. عجبني عرض طفولة أورلا عنده. توا بالذات باش نصنع. حبيت نصنع كيف ما كان نجم نصنع وزو. الحقيقة عمل برشا 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 جو. هبطت للجنينة وتفرجت في عرض غادي وفرحت ياسر، مزيان خاطرو. زدت برشا عبارات وعملت دمية لهنا عجبتني برشا. العروسة مش لازم تكون بأحسن الإمكانيات، لازم تكون على الأقل بأي حاجة بسيطة. بطاطا. عرض السعودية عجبني برشا، وشخنا فيه وعملنا وتعلمنا برشا عبارات وبرشا جو. عملت برشا جو وسخن. عجبوني كيفاه الماريونيت بدو يشطحوا كل اللوطة، وعملنا أنيماسيون. أول ما كنت مش نجي كنت متشوق مش نشوف الماريونيت. ياخي ما كنتش نتصورهم كي، كنت نتصورهم يعني مش كي، طلعوا ما أحسن بهين من اللي تصورت. وهكا عملوا حاجة يعني بعدنا شوية على التليفونات، تكنولوجي وكل حاجات نتوفهم، باش نتفرجوا شوية وندخلوا عطلة.
أيام قرطاج لفنون العرائس جي أم سي الدورة الخامسة. تصفيقة بالحق يعني تصفيقة كبيرة على هالصغيرات، قديش يعطيوا أمل في غدوة، قديش هكا تحس الفرحة والحب في عينيهم والشغف. دونك نمر الفقرات الموالية. من الفقرات المهمة في المهرجان هي المسابقة الوطنية لتحريك عرائس الخيط، اللي ولات موعد يتناول العرائسين الشبان والهواة والمحترفين في هالمسابقة. اكتشفنا وتوا عنا 3 سنين طاقات كبيرة وتتنافس كبيرة وتنافس جميل بين عرائسي المستقبل. دونك للإعلان عن على نتائج المسابقة أدعو أعضاء اللجنة السيدات والسادة، السيدة هدى لموشي أستاذة في المسرح العلاجي، تفضل أستاذة هدى. السيد عياد معاقل عرائسي، تفضل سي عياد. السيد محمد نوير عرائسي، تصفيقة كبيرة على فنانينا. ثم السيد أيمن الخيلي وهو عرائسي، مرحبا بكم. اللجنة الموقرة الأستاذة هدى لموشي، تتفضل باش تلاوة تقرير اللجنة. تفضل أستاذة هدى. مساء النور للجميع. بونسوار افو توس، جود افترنون فور يو اول، بونا سيرا فور ايطاليان. هذوما هم اللغات اللي نعرف. نعلن الآن عن المسابقة الرسمية لتحريك عرائس الخيط. بعد مشاهدة ما قدمه المتسابقون وعددهم 8 ضمن مسابقة عروض قياسية في تحريك عرائس الخيط في إطار فعاليات أيام قرطاج لفنون العرائس من 3 إلى 10 فيفري 2024، من طرف اللجنة المتكونة من الأستاذة هدى لموشي، العرائسي عياد بن معاقل، العرائسي وأستاذنا وكبيرنا سي محمد نوير، العرائسي المتميز أيمن الخيلي. تتقدم اللجنة بجزيل الشكر والتشجيع لجميع المتسابقين لما بذلوه من مجهود وجدية في العرائس صنعاً وتحريكاً وآداءً، وتنوه بالقدرات التي لاحظتها حول سعيهم لتقديم مشاهد عرائسية تنبئ بمستقبل واعد لهذا الفن. ونظراً لتقارب المستوى بين المشاهدين هيثم وناسي. هيثم وناسي، إذا مبروك هيثم وناسي الجائزة الثانية في المسابقة الوطنية للتحريك، ألف مبروك.
العرائسية المتميزة، كذلك ابنة المركز الوطني لفن العرائس أميمة المجيدي. برافو أميمة. هيك بالحمامة متاحة، حمامة السلام. برافو لهذه الطاقة الشابة. إذن الجائزة الثانية مناصفة بين العرائس هيثم ونيتي وأميمة مجيدي. مبروك. الجائزة الأولى ذهبت مناصفة أيضا بين العرائسيين نهاد التويتي. مبروك، ألف ألف مبروك. بنتي هادي. برافو برافو نهاد. والعرائسي صابر ساسي. ألف مبروك. إذن الجائزة الأولى في مسابقة تحريك عرائس الخيط ذهبت إلى نهاد تويتي مناصفة وصابر ساسي. برافو للأرتيست. برافو برافو للأرتيست. شكرا للجنة التحكيم. وختاما تتمنى اللجنة النجاح والتفوق لجميع المشاركين في مسيرتهم الفنية العرائسية. وشكرا. شكرا. صورة للذكرى. وألف شكر للجنة الموقرة. تفضلوا السيدة أعضاء اللجنة. شكرا مدام مونيا. إذن ألف ألف مبروك مرة أخرى للفائزين، ودعوة لكل المغرومين بفن العرائس وبفن التحريك يحضروا رواحهم ويشاركوا في الدورة القادمة إن شاء الله. وعلما وأنه المركز الوطني لفن العرائس يعني يقدم دورات وورشات تكوينية في تحريك العرائس. إذن كيفاش كانت هالجمعة؟ كيفاش تعديت؟ هذه أهم المحطات والذكريات.
برافو ليزارتيست. كنا مع العرضين القياسيين اللي فازوا بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لتحريك عرائس الخيط. إذن كنا سعداء بكل المشاركين والفنانين والضيوف من مختلف البلدان والجنسيات، ثقافات متنوعة تقابلت في هالمهرجان وتبادلت الأفكار والتجارب. ضيف شرف في هذه الدورة إيطاليا، بلد معروف بعراقة تقاليده في فن العرائس، وتشرفنا بالعرائسيين اللي حملوا تراثهم وموروثهم وقدموه للجمهور في تونس. فشكراً إيطاليا. إيمان رضوان، إيمان حسن، وماريا ماجد. يتسلموا الشهادة بتاعهم ثم السيد محمد نور، السيد وليد بدر،
بيرم من مراد. على هذه الصور اللي باش تقعد بالحق في الذاكرة وما تتمحاش. تحية شكر كبيرة لكل مساندي وداعمي المهرجان، لكل من أمن بهالحلمة واعطانا فرصة باش نحقوها. هذه الدورة بمساندة تونسيتي، البريد التونسي، بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، سفارات إيطاليا، النمسا، المجر، المسرح الوطني، دار المسرح باردو، مسرح الأوبرا، وكالة أحياء التراث، المركز الوطني للاقتصاد الثقافي الرقمي، المركز الوطني للسينما والصورة، المعهد العالي للفن المسرحي، وزارة تحية كبيرة للمعهد العالي للفن المسرحي بيانسور اللي متخرجين منه أغلبية العرائسيين، تحية كبيرة. ولي أنا زادة بيدي متخرجة منه أكيد. تحية لكل أساتذة المعهد العالي للفن المسرحي. دونك نواصلوا في الداعمين تاعنا، المتحف، قلنا المكتبة العمومية، مؤسسة تنمية التظاهرات والمهرجانات، لانستيتيو بولوني، مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كافي لو غيشي، والشركاء الإعلاميين، التلفزة الوطنية والإذاعة التونسية، بين البنين وموزايك اف ام. تحية كبيرة. ثم أكبر تحية من القلب للقلب، للنساء وللرجال صغار وكبار بلان ديموسيون سو سوار مدام مونيا. دونك كنت نقول تحية للقلب، للنساء وللرجال صغار وكبار اللي سهروا يعني سهروا خدموا أشهر وأيامات باش يوصل المهرجان في الحلة هذه. ف
إداريين تقنيين وفنانين في كل الاختصاصات، برمجة، اتصال، صحافة، لوجيستيك، تنظيم، تنسيق، تكنيك. وباش ما تنساش وباش ما ننسى حتى حد، هذه تحية كبيرة كبيرة ليهم. أيام قرطاج لفنون العرائس، جي أم سي، الدورة الخامسة. هذا كان الفريق اللي أمن المهرجان، والحمد لله يعني وصلنا للحفل الاختتام وتم المهرجان، وكانت دورة متميزة ومتميزة جدا جدا جدا. دونك بعد شوية عندكم موعد مع عرض الاختتام اللي باش يكون من تونس، وهي مسرحية قلقامش، عرض موجه للكهولة في قاعة المبدعين الشبان. وهكا نكونوا وصلنا نهاية لقائنا، شكرا لحضوركم اللي كان قياسي هذه السنة، ونستناكم العام الجاي، ونخليكم مع عرض قياسي للعرائس هيثم وناسي. مازال هيثم وناسي يتفرجوا فيه. شكرا، ميرسي.